ينبغي أن نلتزم كمواطنين وكمواطنات أن نلتزم التزاما كاملا وتاما وصارما بالتوجيهات اللي تجي من السلطات وما نزيدوش من راسنا. راه عندنا البلاد، عندنا دولة قوية، عندنا سلطات صاهرة على الأمن وعلى السلامة ديال البلاد، التوجيهات اللي تجي نطبقوها حرفيا بدون زيادة أو نقصان. غنمشي اللي مطلوب اليوم. حنا في هذه اللحظة ديال الإجماع والفصل 44 ديال الدستور راه واضح، على الجميع أن يساهم بطريقة تضامنية حسب الاستطاعة ديالو في الآفات، في الأدب التكاليف. كاين اليوم تكاليف أيها الإخوة والأخوات، اللي مطلوب منا اليوم قلت الالتزام بالتدابير. الثانية المراقبة الصارمة والضرب بيد من حديد على المضاربين. راه هادوك الناس اللي تيبيعوا المساهمة ديالهم هي يخليوا الأثمان في بلاصتها، هذه هي المساهمة ديالهم. بارك إلا غير وقفوا الأثمان في البلاصة ديالها، هذه هي المساهمة ديالهم، ما نطلبوش منها أكثر. لذلك المراقبة الصارمة لأجل الضمان ديال التموين واستمرار الأسعار، التتبع واليقظة، والتواصل السيد الوزير، التواصل مع المواطنين ولا سيما من طرف وزارة الاقتصاد والمالية. الوزارات الأخرى قائمة بالدور ديالها، وزارة الاقتصاد والمالية ولجنة اليقظة شنو هو التواصل؟ خصكم تقولوا للمواطنين إجراءات مفهومة بسيطة كيفاش غيستافدوا. غتوقف الطريطة، غتوقف الطريطة، ما تخلصش الماء، ما غتخلصش الماء، داكشي يكون واضح ومفهوم وما كاينش فيه اللغة ديال 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 ديال. لذلك وثانيا هالتواصل، أين هي القنوات التلفزية؟ خص يكون نقاش عمومي، ياك دابا حنا جالسين في ديارنا، خص يكون نقاش عمومي حول الوضع الصحي، حول الوضع الاقتصادي، حول الوضع الاجتماعي. أين هي التلفزة المغربية؟ خصنا نتكلموا مع الشعب أولا، غير باش نحدوا واحد النوع من التلاحم. الرسالة شنو الإجراءات المستعجلة السيد الوزير؟ باش نقول لك هذا المرسوم مهم وكرستوا فيه التوجيهات ديال والتعليمات ديال جلالة الملك، تأهيل ديال المنظومة الصحية راه تكلموا عليها الإخوان، دعم الاقتصاد الوطني والقطاعات المتضررة، المحافظة على مناصب الشغل. اليوم 2008 اللي تضرروا هما الكبار، اليوم اللي تيتضرر هو الصغير، هو السرباي ديال القهوة، هو اللي تيعصر القهوة، هو الجلاسة ديال الحمام، هو مول الطاكسي، هما الناس الضعاف. لذلك هادو خصنا نوقفوا معاهم، هادو خصنا نوقفوا معاهم وقفة صحيحة. والإشارة ديال السيدات والسادة البرلمانيين شنو هي؟ هي هذه. علاش حنا وقفنا؟ لأن قلنا ما يمكنش هاد الناس، قلنا اليوم دخلوا للديار ديالكم، السيد كان تيصور 70 درهم ما بقاش يصورها وأنت تبقى تشد التعويض ديالك. فهذه هي الإشارة. الإجراءات بسرعة، أولا الدعم المباشر للأسر الضعيفة السيد الوزير. اليوم المواطنين في حاجة وهذا الشيء مقدور عليه، راه 2000 درهم مليون، عندنا مليون أسرة هشة، إلا درتي 2000 درهم هي 2 مليار ديال الدرهم نساليوها. الثانية التسريع ديال الصرف ديال المستحقات المقاولات، الى اللي عنده شي دي كونتي تلقوا رومبورسيو التيفيا، رومبورسيو الياس، تلقوا التنفيذ ديال الاحكام، غير هادشي تطلق. الثالثه التسريع ديال المساطر ديال البرامج الاجتماعيه، الدعم ديال الارامل، المطلقات، الراميد، التيسير، المنح ديال الطلبه، كل شيء تطلق ويتسرع المصل. الاخيره التحريك ديال الاوراش، انطلاقه ما خصهاش توقف ديال الشباب، خصها تبقى. البرنامج ديال تقليص الفوارق الاجتماعيه في العالم القروي، هذاك خصو يدور لانه هذاك فيه الشغل. البرنامج ديال الجفاف خصو يتعلن عليه، الماء والعلف والتوفير ديال الشغل، هذا الشيء اساسي. لذلك في التالي السيد الرئيس، الرساله هو الحفاظ على الصحه ديال المواطنين، خصنا نلتزموا بالتعليمات. الثانيه الحفاظ على الشغل، ما يمشي حتى شي واحد، ما يتسرح حتى شي واحد. الثالثه الحفاظ على الارزاق، والرابعه الحفاظ على الصحه ديال المواطنين، والخامسه تنقترح السيد الرئيس تجاوبا مع ما قاله الاخوه سابقا، وهو نديروا واحد المذكره مشتركه كفرق برلمانيه وكمجموعه وكل المكونات ديال البرلمان فيها هاد غير شنو خصو يدار، ونعطيوها للسيد الوزير باش يدخلها في الصرف ديال المستحقات. وشكرا السيد الرئيس.